الخير، اهلا بيكم حلقه جديده من الثالثه يمين على شاشه ال تي سي. دايما بتواصل مع حضراتكم على صفحه البرنامج احمد الخضري الثالثه يمين على الفيسبوك، وكمان في انتظار اتصالات حضراتكم. البرنامج في الاصل يا جماعه هو الاتصالات، في اتصال حضراتكم على الارقام هتظهر على الشاشه معانا دلوقتي. هيبقى عندنا النهارده سؤال مهم جدا، من وجهه نظرك مين اللي يحرس مرمى مصر قدام تونس؟ مين جود مصر قدام تونس؟ الشناوي ولا الشناوي، يعني احمد الشناوي ولا محمد الشناوي ولا عواد ولا جنش ولا اي حارس مرمى تاني؟ مش شرط ان انت تكون اهلاوي فتقول لي محمد الشناوي او الزمالكاوي تقول جنش. لا حضرتك، انا في انتظار اتصالات حضراتكم تقولوا يا جماعه اللي انتم شايفينه فعلا مستواه ان هو يؤهله ان هو يبقى جون مصر قدام تونس. ان شاء الله في الجزء الثاني بعد نص ساعه كتير هيكون معانا ضيف مهم جدا. هيكون معانا رمز زملكاوي بجد، رمز اخلاقي، رمز في الاخلاق، رمز في الملعب، دخل التاريخ من اوسع ابوابه، يعني هيفضل خلاص ده دخل التاريخ. هيبقى معانا اخو البنات، هيبقى معانا العندليب عبد الحليم علي. الحوار مع عبد الحليم علي ان شاء الله هيبقى حوار ممتع جدا، عشان هو يعني تاريخ، يعني زي ما بقول لحضراتكم هو الهداف التاريخي لنادي الزمالك. فاي حد يعني لازم يبقى عارف عبد الحليم ويفتكر عبد الحليم، وهو دايما يا جماعه عبد الحليم ده قضى زي ما قضى في الملاعب ما سمعتش ان هو عمل مشكله واحده. ان شاء الله انتظروا حوار مميز مع النجم عبد الحليم علي. النهارده عايز ابدا الحلقه برضه هنتكلم على توابع مباراه الاهلي والترجي. يا ترى مين اللي هيشيل الشيله في بعد هزيمه الاهلي وخروجه من او عدم حصوله على اللقب، يعني مين اللي هيشيل الشيله؟ لو يعني في الزمالك بتلاقي الاداره على طول وبعد كده اللعيبه، يعني السيناريو زي بيبقى معروف. لكن انا شايف تحركات الايام اللي فاتت كده لا بتبين هي بيدورها، عارف بيبقى في مشكله حد يشيل الشيله، بس حد يشيل الشيله ده بعيد عن مجلس اداره. يعني انا يعني كان في طبعا كابتن شوبير ده استاذنا، فانا بعت بس عتاب محبه عليه كده، يعني انا لما شفت له تويته كده، يعني يمكن نشوف التويته، طب نشوف التويته كده مع بعض. مخرج مباراه الاهلي والترجي في مصر ده اللي هو هشام عبد الودود، كابتن شوبير بيقول له يا ريت تكون اتفرجت النهارده وتعلمت من المخرج التونسي، وانت بتتسابق هنا في احنا وانت بتتسابق هنا في مصر عشان تظهر المساوئ والاخطاء. كان هو النهارده هو حاجه ثانيه فيها شك لصالح الاهلي، كان مستحيل بيعدها، يعني ان هو ما كانش بعيد اي حاجه للاهلي، وكان بيجامل فريق الترجي. وكابتن شبير بيقول ان شعب الودود اتعلم من مخرج مباراه العوده الترجي والاهلي اللي هو كان مع فرقته بقلبه بمهنته، اي حاجه فيها شك الاهلي ما يعدهاش. لا كابتن معلش انا بختلف معاك في الحته دي، انت تقول لمخرج تونسي اتعلم من هشام عبد الودود ليه؟ احنا بنتكلم على الاصل، على المبادئ، على الاخلاق. المبادئ والاخلاق ان انا كمهني اعمل شغلي، اعمل شغلي خالص، ماليش دعوه اي حد تاني يا جماعه. يعني انا دلوقتي انا اعمل الصح، وعلى فرقتي او غير فرقتي اعيد واعيد، خلاص عدى زمن ان انت تخبي او الكلام ده. اصل خلاص انت دلوقتي في ناس في الملعب حتى بكاميراتها هتصور، زمان بقى اللي هو من 20 سنه ان ما فيش الا هي كاميرا، الكاميرا بس اللي هي بتاعت اللي بتنقل الماتش، الكلام ده عفى عليه الزمن. فانا بقول لكابتن شبير لا، انا اقول للمعلم الغلط هو اللي في تونس، هو اللي اتعلم من هشام عبد الودود اللي هي التحقيقات اثبتت براءته. الراجل بيشتغل مهني فقط، فده كان حق لهشام عبد الودود لازم اقوله. القصه ما وقفتش عند كده يا جماعه. برضو يمكن سمعت حاجه للكابتن شوبير في الاذاعه انه برضو بيدور على حد تاني. طب نسمع الكابتن شوبير قال ايه كده وانا هعلق عليها. برضه تاني وتالت ده تاب المحبه مع كابتن شوبير، استاذي وعلى راسي من فوق، وانا من الناس اللي لا يعني انا بحبه بصراحه، يعني بحب اعلامه ورائد في الاعلام، بس احنا بنتعاتب يعني او بنتكلم. لا كابتن شوبير بيقول بمساعده الاعلاميين المصريين، هبدا من اخر كلامه ازاي، يعني انا مش فاهم، يعني الترجي كسب ازاي بمساعده من الاعلاميين المصريين؟ مش واضحه. يعني مثلا حد من الاعلاميين المصريين اللي هو بين قوسين زملكاوي او الزملكاويه ادى الخطه او ادى التشكيل او كان واقف جون او ما شاطش شوطه او كان بيعمل التغيير؟ فلا كابتن شوبير الاهلي بيغلب في الملعب مش بره الملعب، لا خالص. يعني هل حضرتك لو الشوط الاولاني انا متخيل لو طلع تعادل كان ممكن النتيجه تتغير.
لكن برضه ما نشيلش شيل الاعلام، وقصه ان الاعلام بيفرح او ما بيفرحش دي تاثيرها في الملعب يا سيدي. كل واحد قاعد بيتفرج في بيته بيفرح بيزعل، دي حاجه ترجع له. انا يعني انا قبل حلقه سان داونز كنت انا ضيف انا والاستاذ علاء عزت مع الدكتور عمرو عبد الحق، وبصراحه علاء عزت قال يا جماعه انا مش عايز الاهلي يكسب. ليه؟ مش عايز الاهلي يكسب ليه؟ او مش عايز الزمالك يكسب عشان ما لعبش في كاس العالم، ما وصلش كاس العالم. فحقه ومحدش زعل منه. فلكن انا هقول ان بعض الاعلاميين اللي هم الزملكاويه هم السبب في عدم فوز الاهلي. لا، عدم فوز الاهلي ان مفيش مدرب، ان مفيش جون، ان ده اسوء جيل. هرجع كل مره اقولها، اسوء جيل في تاريخ النادي الاهلي. لا ما لا، دول لا يستحقوا البطوله يا كابتن. لازم يبقى في مواجهه، ولازم الناس تعرف ان في غلط عشان تصلحه، مش ان هي تقول لا ان لا مفيش غلط والاعلاميين ومش عارف مين هم السبب. لا، يعني لازم تحط ايدك على الغلط. ومش عيب الاهلي زي الزمالك زي الاسماعيلي في غلط نتنا نشوف في الفرقه ولا في المدرب ولا فين ولا فين ولا في الاداره ونصلحه. الفكره بقى ان هي يعني يمكن كابتن الكلام كابتن شوبير اتكلم في حته معينه قال لك لا ده الاعلام، طب ده الضغوط، ده التسجيل. لا، ده في ناس اساتذتنا برضه راحوا لابعد من كده بكتير، يمكن قال لك لا مفيش مشكله خالص. طب انا عايز اسمع بس نشوف الكابتن عصام عبد المنعم كان مع زميل سيف زاهر ومع استاذ حسن المستكاوي، نشوفه نحاول نجهزه عشان كابتن عصام عبد المنعم. لا، بنقول ان مفيش حاجه خالص، ان ما عندناش حاجه، ان لا ده الاهلي ياخد الدوري، ايه المشكله؟ طب خلاص، طب انتوا ما دام في مشكله، هل ده كان هيبقى نفس الكلام لو الزمالك خارج من بطوله؟ او الزمالك في نهائي افريقيا ما بيجي المدرب يتشال واللعيبه يقولي 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 يقولي. لكن انا 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 لا، انا اتخيل لا ان في مشكله يا استاذ عصام. لو معانا يا جماعه نشوف الاستاذ عصام بيقول ايه ونرجع تاني. ما طب الاستاذ حسن المستكاوي يمكن كان في الحوار شويه يقول ان لا برضه الزمالك ده موجود دلوقتي، الزمالك بينافس، الزمالك الاقرب للدوري. لا، استاذ عصام عبد المنعم كان حوار غريب جدا بصراحه، اللي يقول لك لا الاهلي الاقرب للدوري. انا مش شايف ان في اي مشكله خالص في الاهلي، ان الاهلي هو اللي يستحق، ان الاهلي هو ايه يعني ايه المشكله ماتش لا مش ماتش. والاستاذ عصام عبد المنعم قال ان القصه في لجنه الكوره، يعني شفنا سيبنا اللعيبه وسيبنا كلوبالي وسيبنا الشناوي وسيبنا 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 وازارو، وقال لك لجنه الكوره يعني يعني لخص المشكله في لجنه الكوره. وانا اتصور ان هو ان ده توجيه ان اللي هيضحى بيه لجنه الكوره، لكن الاداره طبعا ما فيش حد قرب منها، واللعيبه خلاص هحاول الاهلي يعمل صفقه او اتنين في شهر يناير، وان كان القصه دي غلط عشان الاهلي لما يحط عينه على لعيب الزمالك هيروح. حتى المهندس فرج عامر النهارده قال لك انا مش هسيب اي لعيب الاهلي في يناير، انا الاهلي على عيني وراسي، بس انا مش هدعمه على حساب سموحه. هو عموما دايما المهندس فرج عامر بيقول كده وبيبيع في الاخر، بس هو بيعلي سعر لعيبته. لا، المهندس فرج عامر او يمكن بيقول اهو المهندس فرج عامر بيقول سموحه لن يفرط في اي من نجومه في كره القدم مهما كان المقابل، ولن نهدد كرة القدم ولن نهد فريق كرة القدم من اجل ان يصحح اي فريق اوضاعه، بالرغم من تعاطفنا الشديد مع الاهلي. هو كده بيرد على الاهلي تاني، او بيعمل اسقاط ان الاهلي هو اللي عايز لعيبه من عنده. المهندس فرج عامر قالها اكتر من مره، قالها في طارق حامد، وقالها في ابراهيم عبد الخالق، وقال وكتير قوي. فقال يعني يمكن في الاخر اتصور ان هو في الاخر ممكن يسيب اللعيب، بس هو بيزود السعر. تاني وتالت ورابع يا جماعه انا عايز اقول سهل جدا، شجع زي ما تشجع، اوعى تجيب اخفاقك او فشلك على النادي الثاني. كان معانا برضو بوصل للطرابلسي كان هايل عالمي، ان هو بيراجع بيشجع الصفاقسي وملوش دعوه بالترجي خالص. اهو يمكن قدامنا اهو طبعا حاتم طرابلسي اللاعب التاريخي للصفاقسي بيقول لا اعلم ماذا تريد مني جماهير الترجي، انا ابن نادي الصفاقسي وافتخر بذلك، ولعبت في المنتخب وافتخر كذلك، واحترفت خارج تونس كنت خير سفير. يقولون ليه تكره وتحقد على الترجي، وانا ساقول لهم لماذا تريدون ان احب فريقكم؟ الانجاز اللي زي حققتموه لجماهيركم وليس لجماهير السايسي اللي هي الصفاقسي، وانا لا افرح الا لفريقي فقط، وانا حر نقطه وارجع للسطر. يعني احنا بنقول ان دي في كل حته، ان دي في كل حته. ما فيش زملكاوي هيبقى عايز ان الاهلي يزود البطولات عليه،
وما فيش اهلاوي يقول لك لا الزمالك يعني ما ياخد هيفرح لما ياخد الزمالك ياخد الدوري النهائي السنه دي، لا، او يبقى في افريقيا ويزود عدد البطولات. دي يا جماعه ثقافه لازم ناكدها ونبينها ان هي ما فيهاش اي مشكله، ما عندناش اي مشكله، لكن انت ترجع وتقول لي ان الاعلام سبب اخفاق الاهلي؟ لا. تصور ان يوم الخميس ان الاهلي يبقى فيه قرارات قويه جدا جدا لاصلاح المسار، عشان فعلا في حاجات كتير قوي غلط في النادي الاهلي، وبرده لسه بديل عبد الله السعيد لسه ما جاش جوه النادي الاهلي، لسه في مشكله، فلازم تواجهوا المشكله، ما تقولوش ان الزمالك او اعلام الزمالك هو السبب. يمكن النهارده برده عايزين نتكلم بقى، عندي شويه اخبار مهمين جدا جدا. برده بقول في اخبار كتير ما بنرضاش نقولها، وبتعمد اقول كل مره كده ان احنا يا جماعه الزمالكاوي احنا عايزين الفرقه تمشي، وانا شامم ريحه البطوله بتقرب، فندي كل الصلاحيات للراجل ونبعد عن اي مشكله. يمكن اتحاد جده بيتقال ان هو طبعا بيفاوض الدرب التونسي فرجاني ساسي بعد في الفتره اللي فاتت، طبعا كمان رجعت مره اللي هو بعد ما رجع المنتخب خلى نادي اتحاد جده يحط عينه عليه، وبعدين فرجاني ساسي مش محتاج حد لسه يحط عينه عليه عشان هو لعيب كبير. اتحاد جده طلب فرجاني ساسي في فتره انتقالات، وطبعا ساسي مكسب لاي فرقه، بس انا اتصور ان ساسي مستحيل الجروس يفرط فيه ولا نادي الزمالك يفرط فيه. وساسي يا جماعه من نوعيه اللعيبه اللي بقت معشوقه للجماهير، لعب ممتع، لعب ستايل حاجه ثانيه، لعيب حريف. طبعا في تقرير مستر جروس قدمه قبل ما يسافر وهيرجع من الخميس، هو الطقم كله سافر خلاص في سويسرا. جروس هيعمل تقرير عن فتره عن اللعيبه والمراكز اللي محتاجينها في يناير، الباك الشمال والمهاجم والمدافع، هو مركز برضه على الباك الشمال، وممكن برضه عايز راس حربه، رشح اكتر من اسم، بس هو طلبه الاساسي هو باك شمال، بدليل ان هو بيلعب عبد الله جمعه في الشمال اهو، بيقول الظهير الايسر ده صداع في راس جروس. يعني شفنا من بدايه الموسم مركز الظهير الايسر بصراحه يا جماعه ثغره الزمالك بيعاني منها في كل مباراه، وهجمات الفرق الثانيه كلها بتيجي من ناحيه الباك الشمال. فبرضه طارق طه اللي هو ظهير الاسماعيلي بيتقال، يمكن الخبر استاذ وليد قاسم واحمد رجب بينهم لي ان هو اقرب واحد انضم للزمالك، ده هيبقى مقابل مادي للاسماعيلي واعراض، بس انا بقول لهم لا، في باك شمال برضه لسه هيبقى مش هو ده اللي بيتقال، في باك شمال الراجل حاطط نمره، يعني حاطط اختيارات رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثه، ده يمكن رقم اثنين او رقم ثلاثه، رقم واحد هقول لحضراتكم بكره. في فوافي وفيرا اللي هم لعيبه يعني المقصه وبتروجيت، دول تحت عيون الزملكاويه. الزمالك برضو يعني جروس مش من النوع اللي عمال يطلب يا جماعه كتير، فاداره الزمالك قالت لك خلاص انا هعمل فيديو، التطوع عملوا فيديو اللي هو فوافي فيرا اللي هو لعيب بتروجيت، اول ما يرجع فيرا يشوفهم محتاجهم ولا مش محتاجهم، على اساس اداره النادي تبدا وتخش تتفاوض معاهم من جديد. برضو انا بقول ان هو طلباته مش هتبقى كتير. تاني مدبولي، انا مدبولي يا جماعه من اللعيبه المحترمه جدا والمؤدبه جدا، ولاعيبه اللي عارف نوعيه اللعيبه اللي ما بتعملش مشاكل. انا زعلان على مدبولي، والغريب ان اغلب اللعيبه عايزه مدبولي يلعب، يعني بيستغربوا ان مدبولي لا، يقول لك ما بيلعبش ليه؟ انا قلت لكم قبل كده قصه اول مباراه وان الراجل مش حاطه في دماغه، فطبيعي ان لعيب بحجمه ونجوميه وموهبه احمد مدبولي ان هو يجي له عروض، جاي له الاتحاد السكندري، جاي له المقاولين، جاي له، فالولد بدا يزهق، قال لك طب خلاص ان شاء الله هطلع اعاره يعني. فانا اتصور ان الجهاز الفني ما عندوش مشكله، موافق على اعاره مدبولي، ممكن الاداره هي اللي تقول لا خلوا مدبولي شويه لعل وعسى يمكن يحتاجه، بس انا اتوقع من ناحيه الشمال بتبقى كهرباء، وبعد كهرباء بيبقى اكتر من لعيب، يعني هو مدبولي محطوط نمره ثلاثه يعني، او يمكن اربعه مش حسبان خالص، زي مصطفى فتحي يعني. عندنا خبر كمان بيقول لسه ان اللي هو يعني برضو الكلام بيطلع، بص يا جماعه هو شهر 12 و 11 و 12 واحنا داخلين على يناير، ده موسم الصفقات على السوشيال ميديا وعلى المواقع وكل حاجه، فاتقال كتير قوي ان جروس عايز صنع العاب، عايز صنع العاب ايه بس يا جماعه، ده ثلاث ارباع الفرقه صنع العاب،
الراجل طبعا ولا عايز صانع العاب ولا بيفكر في كده. نمره واحد باك ليفت، نمره اثنين راس حربه، بس بشرط ان هو يكون يعني احسن من الموجودين او مواصفات معينه، ان امكن مش موجود خلاص. لكن نسمع بقى ان ترشح له بقى صانع العاب مش صانع العاب، لا صانع العاب ايه ده، انت عندك تسعه في الحته دي، يعني صعب ان هو الراجل. انا معلوماتي اللي انا متاكد منها انه مش عايز، حتى لو ده حصل ده هيبقى تطوع من الجهاز الكوره التعاون يعني، او من مجلس الاداره، لكن جروس مش عايز الكلام ده خالص يعني. كان الكابتن ايمن حافظ قلنا ان هو ظهر فتره يومين وثلاثه في نادي الزمالك، بس مدير الكوره الناس بدات تقترح اسماء ثانيه وجروس رفض الكلام ده. هو من زمان وهو بيشتغل في السعوديه ما بيحبش منصب مدير الكوره، بس علاقته انا شايف علاقته اللي انا شفتها في السفريات علاقته بايمن حافظ كانت كويسه جدا جدا. فهو جروس مش رافض ايمن حافظ لو مدير كوره جديد، لا يقول لك انا مش عايزه، لكن هو علاقته بايمن زي الفل. اوباما ده يا جماعه عايزين نقول اوباما ده لازم نقف قدامه شويه. اوباما ده تخيل انت لما يبقى لعيب 23 سنه ومن كباتن فرقه نادي الزمالك، بقى كابتن نادي الزمالك بقى، يعني انت عارف لما لو جنش مش موجود ولا محمد ابراهيم موجودين طبعا وحازم في الغالب ما بقاش موجود، اوباما يبقى كابتن الفرقه. اوباما ما شاء الله عليه بيعيش اسهل فترات حياته دلوقتي 23 سنه. انا مش متخيل لعيب زي اوباما، لعيب في مركزه وبيخلص اي وفورمه ولياقه بدنيه عاليه وهداف، ناقصه انه يدخل المنتخب. يعني انا مش لاقي تفسير او مقنع ان اوباما يبقى زي المنتخب، زي محمود علاء، زي وليد سليمان، زي لعيبه كتير. بنتقي برضو ان تيجي اكتر من شركه تسويق تكلم اوباما في ان هو يجي له اعاره او احتراف يعني في السويس والبرتغال. فاللعيب طبعا اي لعيب عايز يكرر تجربه الكابتن محمد صلاح وان هو يحترف والكلام ده، بس لا ما جروس حاطط ثلاثه لعيبه كده مستحيل، منهم اوباما يعني، منهم كهربا، منهم لا في لعيبه مش ممنوع حد يقرب ليهم، دول خط احمر بالنسبه له. فهو يجي له زي ما يجي اوباما، لا انسى، ما فيش، مش هتساب يعني. كنت كلمت حضراتكم على مصطفى فتحي، اللعيبه الناس كتير قوي بتتدخل، الاداره بتتدخل واللعيبه بتتدخل وكل الناس بتتدخل عشان مصطفى فتحي يلعب. مصطفى كل يوم بيزيد احباط، بيجي له احباط اكتر واكتر، ان الراجل لسه بيقول له لا هيجي له فترته. وبرده مصطفى ما بيبقاش على الدكه، مصطفى فتحي بقى خارج ال 18، فهو خارج حسابات جروس خالص يعني نهائي. فبرده مصطفى فتحي تاني طلب ان هو يمشي في يناير، حتى يا جماعه على سبيل الاعاره، هو عايز الراجل عايز يروح يلعب، وهو عارف حتى لو لعب مع جروس يلعب 10 دقائق في 5 دقائق مش هيبقى اكتر من كده. كنت قلت لكم برضو ان مصطفى فتحي في حسابات حسام حسن، بس هل نادي الزمالك هيدي لعيب لحسام حسن؟ ممكن ازاي؟ عن طريق طبعا ممكن استشار تركي آل الشيخ لو طلب، وهو ادى لعيبه كتير قوي للزمالك، اكيد الزمالك مش هيرفض، لكن لحسام او لابراهيم اكيد الزمالك هيرفض يعني، مش هيوافق بسهوله يعني. في محمد عبد الغني يا جماعه في ماتش الانتاج يعني نزل اخر 4 دقائق بيظبط الدفاع او الكلام ده، بيحافظ على الفوز. في لعيب استفزه ضربه، الاثنين اتطردوا. انا كنادي الزمالك او اي اداره نادي الزمالك قلت لك طب انا كنادي الزمالك وبعدين استفدت ايه؟ وبعدين كل ما ينزل برضه يطرد. فبعد المباراه كان في اتجاه ان استغناء عن محمد عبد الغني، ايوه كان في اقتراحات، بعض الاقتراحات انه يقول لك لا محمد عبد الغني ده بره خلاص. فطبعا لسه حتى على الاقل لغايه يناير ما ينفعش، انت ما عندكش حد برضه يعني في المركز ده، فيه اصابات كتيره، الونشي ومحمود علاء والتالت محمد عبد الغني. فالاتفاق ان محمد ياخد فرصه لغايه يناير، دي اخر فرصه ليه. وبرضه الناس دايما بتدور ممكن ياسر ابراهيم اللي هو لاعب سموح اللي هو اصلا لاعب الزمالك يجي، في احمد سامي من الجيش، في احمد مودي من المقصه، في اكتر من لعيب. فلكن محمد عبد الغني لو غلطه كمان انا بقول لحضراتكم ان هو هيبقى بره الليله خالص يعني. كلنا شفنا عبد الله جمعه لعب باك شمال في مباراه الانتاج، وده كان اجباري لان يعني هو طبعا كان بهاء مصاب وفتوح مصاب، فلله كان لازم، ما كانش في الا عبد الله جمعه ان هو يلعب باك شمال، وده كان مركز ليه اول مره، ولعب على قد ما يقدر يعني. فهو بس طلب يعني عبد الله طلب من الجهاز او اللي هو المعاون يعني يقول له مستر جوس ان هو ما يحكمش عليه، ما
بالفتره اللي لعبها باك ليفت او باك شمال، ده مش في مركزه. قال لك انا عايز العب في مركزي وهتشوف عبد الله جمعه. يعني عبد الله من اللعيبه اللي هي في حسابات جروس برضه، يعني هي اللي بعد ابراهيم حسن، يعني لا يعني يلعب وهيدي له فرصته والكلام ده، لكن طبعا بعيد عن الباك ليفت. يعني يمكن الاخبار خلصت عندنا النهارده، وزي ما بقول لحضراتكم اخبارنا كتير، بس احنا برضو بنفلتر الاخبار، برضو لازم احنا بنحاول نعيشكم في ان هي شويه حواديت من الفرقه، ما من اللي ما تضرش يعني. ومعانا طبعا زي ما قلت في بدايه الحلقه ان احنا هنستقبل اتصالات الجماهير، وانا بسعد جدا يا جماعه بالاتصالات دي، هي اللي زي ما قلنا في اطار معين ان احنا بنتكلم في الموضوع. واهم حاجه النهارده بنتكلم فيها ان هو مين اللي يحرس مرمى مصر قدام تونس، دي هتبقى نركز عليها في الاتصالات. ومعانا اول اتصال محمد. ايوه السلام عليكم. محمد عليكم السلام. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ تحياتي لحضرتك والفريق الاعداد والقناه ال بي سي. اهلا بيك. بتتكلم عن نبض الزمالك الحقيقي. اهلا بيك يا فندم. ربنا يبارك لنا فيك. طبعا هو المفروض ان اذا كان في العدل بتاع ربنا يبقى دي مش هو اللي يحرس مرمى مصر في الماتش الجاي بتاع تونس ان شاء الله. وطبعا نحب نهني فريق الزمالك على المستوى اللي الفرقه ماشيه بيه، وبنقول للنادي الاهلي هارد لك، ولو انه يعني هو اذا كان عايز يجري بالفريق احسن من كده ما تقوليش الاداره ولا مين السبب يا استاذ محمد؟ مين السبب؟ لا يهتم بقطاع الناشئين في نادي الاسماعيلي. لا قطاع الناشئين اهم حاجه عندهم. لا خلاص وصلت يا استاذ محمد. وصلت. شكرا يا استاذ محمد. شكرا يا استاذ محمد. معانا مين بقى؟ طب قطع الخط مين يا فندم؟ طيب اوكي، هيجي لنا اتصال تاني. الاتصالات قطعت الخط. هو استاذ محمد بيقول برضو ان المقوله التاريخيه ان هو الاهلي كان بياخد معظم لعيبته من الاسماعيلي فيهتم بقطاع الناشئين في الاسماعيلي. احنا بقينا في سوق يا جماعه، الكلام ده مش عيب. انا شايف الكلام ده في الكوره مش عيب. انت بتشتري لعيبه من تونس، بتشتري لعيبه من المغرب، بتشتري لعيبه من الكاميرون، خلاص احنا في احتراف. ولا اهلي بيهتم بقطاع الناشئين ولا زمالك بيهتم بقطاع الناشئين، خلاص ما حدش بيهتم بقطاع الناشئين من الحته دي خالص. وانت لو جبت لعيبه الزمالك او لعيبه الاهلي هتلاقي اوباما، هتلاقي اثنين ثلاثه لعيبه، حازم امام، يعني الزمالك فتوح، اوباما، حازم امام، بس هم اللي من قطاع الناشئين. وعمر صلاح طبعا اللي هو الحارس الثالث يعني. فمش سهل قوي ان انت تلاقي لعيب من قطاع الناشئين يطلع. ولا بقت مصاريف كتير، وبرده لا محتاج خبرات. انت لعيب بيطلع من الناشئين في الاهلي او الزمالك، انت عايز لعيب عايز خبرات، ان هو مين اللي هيديله فرصه؟ فهو زي اوباما راح الاتحاد السكندري، وبعد كده راح دجله، خد كم كبير جدا من الخبرات، جه بقى لما رجع الزمالك بقى اكثر نضوجا. يعني اكثر نضوجا ان هو يرجع للزمالك ويؤدي ويبقى دلوقتي من افضل اللعيبه واحسن اللعيبه في مركزه. يبقى ما فيش مشكله ان انت تطلع لعيب من الزمالك او لعيب من الاهلي يطلع انديه ثانيه ويرجع، ما فيهاش اي مشكله. لكن انت هتستنى قطاع ناشئين صعب يعني. معانا محمود من القاهره. استاذ محمود من المنصوره. الو استاذ محمود. ايوه معاك يا فندم، اتفضل. طبعا دي شغل الذي يحصل في المنتخب في جنش. جنش المنتخب. طب لو لقيت احمد شناوي اللي واقف؟ لا جنش. بقول لحضرتك اسمعنا من التليفون، هو لسه يا جماعه حد يفتح التلفزيون ويعمل الحكايه دي؟ بطلت خلاص. ابعد عن التلفزيون بقى. قفلت التلفزيون. لا خلاص يا جماعه نشوف. شكرا يا فندم. يا جماعه لا، عشان احنا برضو الاصل عندنا الاتصالات هتبقى كتيره، خلاص ما حدش بقى بيسمع بالتلفزيون. حفظنا كلنا ان انت بتبعد عن التلفزيون او توطي التلفزيون وتتكلم من التلفون، دي خلاص يعني. طيب احنا هنخلي باقي التليفونات بقى مع الكابتن عبد الحليم علي، طبعا كلنا هنسعد بيه وهيشرفنا. وبرضو الاتصالات تبقى يا جماعه في النقط دي، عشان انا مش عايز اخش في مواضيع ثانيه او مشاكل ثانيه. احنا بنتكلم كوره، فاحنا برضو اللي عنده سؤال للكابتن عبد الحليم علي يحضره، واحنا جاهزين للاجابه في اي وقت يعني.
خلاص فاصل ونستقبل الكابتن عبد الحليم عليك.